السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. كيفية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وحفظ حول ملف الترشح. أولاً، الواجب على طالب الترشح إيداع مبلغ كفالة مقدر ب 250 ألف دينار جزائري في حساب إيداع الأمانات لدى الخزينة العمومية أو بالخزينة الولائية عبر 58 ولاية. بعدها يتوجه الراغب في الترشح لمنصة أخذ المواعيد عبر رابط الإنترنت التالي rdv2024.na-election.dz. لمزيد من المعلومات يمكنكم التوجه للموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ena-election.dz. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات